مساء الرضا، كيف حالكم؟ وصفتنا اليوم وصفة الكريم كراميل المطبوخ بالفرن. بصراحة بحكي لكم، اللي ما يحب الكريم كراميل الجاهز بيحب هذه الطريقة، فطعمه حلو وأحلى كمان من الجاهز. يا ريت انكم تجربوها. خلونا نحن نبدأ بالمقادير. طريقة التحضير جدا سهلة. عندي هنا 3 بيضات، تمام، وعندي 2 كوب حليب، يعني 1/2 لتر حليب. يفضل الحليب البودر، يعني تجيبوا حليب بودر وتخفقوه مع 2 كوب ماء، يعني على الكوب على الكوب الماء اعملوا 3 ملاعق مليانة كبيرة حليب بودر، وكمان عندي 3 ملاعق كبيرة سكر و3 ملاعق قشطة، وعندي رشة فانيليا، يعني شوية فانيليا ورشة ملح، وأنا أحب أضيف لون أصفر، ما أحبوش يكون مبيض كثير، أحب يكون فيه شوية صفار، ونص كوب سكر يعني الكراميل تبعه. طيب زي ما تشوفوا بخلاط الكاس راح أخلط الحليب والبيض والسكر والقشطة والفانيليا والملح واللون، بخلطهم مع بعض. انتم ممكن تخلطوهم في بايدكم يعني، بس انا افضل خلاط الكاس. والسكر راح اكرمله الين اوصل للون الذهبي. خلينا نشوف خطوات العمل. طيب في الخلاط راح احط القشطة، قشطة كمان راح أضيف السكر، وراح أضيف الحليب، هذا حليب بودر. راح أضيف له الفانيليا واللون والملح. قلت لكم اللون بس عشان انا ما احبوش انه يكون لونه ابيض. وراح اضيف البيضة، بيضة بيضة، بحيث انه لازم نشوف يعني انه كيف. طيب انا افضل انكم تضيفوا بيضة بيضة. تضيفوها الى هنا، تفقشوا البيضة الثانية. تضيفوا اهم شيء يكون البيض مظبوط. افضل انكم يعني تفصلوا يعني تنزلوا بيضة بيضة. راح اخفقه بالخفاق كامل وارجع لكم. طيب زي ما تشوفوا هنا بعد ما خفقناه، شوفوا كيف قوامه، طعمه لذيذ رغم انه في بيض، بس عادي تشربوه كده يعني. وكمان البيض مفيد على فكرة، وخصوصا لو كان بلدي. خلاص حاولوا انكم كده بحيث انه تروح الرغوة. انا راح احطه في بولة لاني بعدين عشان اعرف اوزعه. يعني شوفوا كيف قوامه ما شاء الله مرة حلو. حاولوا انه الرغوة تروح تمام عشان ما يطلعش في فقاعات لما نطبخه. مظبوط زي كده. الآن راح نخليه ونكرمل السكر. طيب زي ما تشوفوا هنا راح أكرمل السكر. كرمله على نار على 180، حاولوا انه ما تحركوش لين تشوفوا انه يتكرمل، وارويكم كيف توصلوا للون بس على نار هادئة، يعني تكون النار وسط ما تكونش عالية، وخليكم عليه عينكم وانتبهوا. طبعا لازم تنتبهوا كتير لانه هذا يعني سكر خطير. حاولوا انكم كده تحركوه يعني كده، لانه السكر بسرعة يحرق، لازم تكونوا حذرين بالشي. شوفوا هنا السكر اتكرمل لي، شوفوا كيف صار نفس كده صار
إذا أنتم شايفين ولا لا، شوفوا كيف، بس انتبهوا ترى حار. الحين في هذه الحالة وزعوه أما في قالب كبير أو قوالب صغيرة، يعني نفس كده كده. شوفوا أما بهذه زي كده قوالب تجي، تمام؟ أو إنكم تعملوه بالقصدير، هذا قوالب القصدير أسهل لكم. يعني راح أوزع الكراميل وأرويكم كيف. يعني طيب لما توزعوا الكراميل خليكم حريصين، انتبهوا انتبهوا لأنه مرة حار. خلوني أوزع الكراميل وأرجع لكم. طيب زي ما تشوفوا في صينية لأني بطبخها على حمام مائي، راح أحط هذول اللي عملتهم. اني مزبوط خلاص كذا، بحطه في صحن ثاني وراح اضيف الخلطة اللي عملناها، هذا اللي حاولوا تحركوه ونصب، يعني حاولوا انكم توزعوا مزبوط. بسم الله. خليكم كريمين، ملوها لأنه حلو ما يصير مرتفع. طيب زي ما تشوفوا أنا غيرت الصينية، جبت صينية أكبر. الحين راح أسخن الفرن، يكون الفرن ساخن على درجة حرارة 200. راح أعمل ماء حار مغلي، بس مش الحين، لما تدخلوا الفرن أضيفوا الماء عشان ما تحرقوش ولا ينكب عليكم. وبس تقريبا الكمية قالت لي 8 زبديات زي كذا. وممكن انتم تعملوها بصينية كبيرة بس تاخد تطول بالفرن، عكس الصغير بسرعة تاخد 20 دقيقة 30 دقيقة وخلاص، الين ما يكون اللي فوق، يعني من الطبقة اللي فوق تجي تلمسوها تكون متماسكة، يعني تماسكت الطبقة اللي فوق، اعرفوا انه خلاص. إذا خلوها شوية بعدين غطوها بنص يعني نصف الوقت غطوها بأي شيء، بورقة قصدير أو أي حاجة تدخل الفرن غطوها على بال الفرن ما يسخن. أشربكم هذه حق زمان، يعني كانوا زمان يعملوا فيها الكريم كراميل ويعملوا فيها الزبادي. إذا حد معاه نفس هذه القطع مرة روعة، شوفوا كيف تيجي من المعدن المصنوعة، وشوفوا كيف يعملوا فيها الزبادي ويعملوا كمان فيها الكريم كراميل، يحطوا الماء هنا وهنا كريم كراميل. هذه من يعني اعتبريها من كم سنين لها، تقريبا سنين، فأخذت من بيت أهلي يعني، ومرة حلوة. عن السوفلي يعني زبديات السوفلي الآن أشكال وألوان، وبس انا عملت القصدير هذا عشان لو حد بياخذ وكده معاه، بس اشكال وانواع. فتقدر تعمله بصواني كبيره، صواني الكيك يصير يعني، بس انه تاخذ وقت بالفرن. بس حبيت الان راح ادخل الفرن، فرن حار 200 درجه مئويه. طيب سخن الفرن، راح ادخلها في الفرن الحار. بسم الله. بسم الله. خليكم يعني حذرين. بسم الله. وراح أصب عليها الماء. ماء ساخن. بسم الله. حاولوا إنه الماء ما يجيش يصير نص الله. بسم الله. خلاص كده يكفي. خلاص وأسكر عليها وأحسب له 20 30 دقيقة تقريبا، إلين أشوف السطح من فوق صار متماسك، بعدين نشوف كيف.
طيب اشتيكم تشوفوا. طبعا الان هو نص الوقت تقريبا. شوفوا، غطيت عليه بورق زبدة. هشيل ورق الزبدة. زي ما تشوفوا، شوفوا خلاص خلاص الان راح اطلعه. شوفوا كيف صار الحين، خلاص تماسك. شوفوا كيف متماسك، ان شاء الله يكون باين لكم. شايفين كيف متماسك؟ ما خلاص الان هو استوى. خلاص اطفي على الفرن واطلعه، اخليه يبرد. بس يبرد ادخله في الثلاجة الى ثاني يوم او 4 ساعات اقل شيء. خلاص اشيلهم واخليه الين يبردوا. طيب اشترويكم اني ايش قصدي. اخذ واحده وارويكم كيف اني اقصد، يعني كيف. شوفوا كيف متماسك، ان شاء الله يكون يعني باين لكم يعني كيف متماسك. شوفوا كيف، شوفوا كيف المتماسك. خلاص اول ما تشوفوا ان الطبقة هذه تماسكت، خلاص تطلعوه من الفرن، ما تخلوش. ممكن تنكهوه، تعملوا له كوفي، يعني قهوة، كوفي نسكافيه. ممكن تعملوه بالشوكولاتة اذا عندكم اولاد اطفال. لونوه، اعملوا الاحمر والاخضر انه مفيد، لونوا لهم اياه. مفيد في له البيض، الحليب. واللي ما يحب الكريم كراميل، ما يحبش الجاهز، بيحبه هذه الطريقة، بيحبه كثير. بس تخلوه يبرد، بعدين دخلوه الثلاجة أقل حاجة 4 ساعات. بعد 4 ساعات تقدروا تاكلوا، أو ثاني يوم، إلى ثاني يوم وخلاص تقدروا تاكلوا. طيب أبغى أرويكم مع الكريم كراميل اللي أمس عملناه. شوفوا زي هو زي كده، تمام. إيش راح تسووا؟ راح تضغطوا من هنا، أما تفكوا بسكينة أو في إيدكم كده يعني، أو في السكينة يعني. خلاص كده تحاولوا انه توسعوا له. خلاص بعدين تقلبوه كده. خلاص بسم الله، شوفوا كيف ان شاء الله. كيف نحن ندوق؟ بسم الله. شوفوا بسم الله. والله أطعم من الجاهز، لذيذ، لازم تجربوها. شوفوا كيف، شوفوا شوفوا هذا اللي عملته بالسوفليه. شوفوا كيف ما شاء الله، لازم تجربوا انه لذيذ. طبعا انتم تقدروا تتحكموا بالحجم، انا عملته صغار، تمام. وهذا اللي عملته بالقصدير، يعني صحون القصدير، هذه الزبديات القصدير غلفته. لو بعطيه يعني احد او كذا، لازم تجربوه، والله روعة روعة. يعني سوفت، شوفوا كيف من جوا، ان شاء الله يكون واضح. شوفوا كيف من جوا، روعة. جربوه، لذيذ. اللي ما يحب الجاهز بيحب هذه الطريقة، لازم تجربوها. والله خلينا نكمل. لذيذة لذيذة، شوية عليها لذيذة. أتمنى إنكم تحبوا الوصفة وتجربوها، وأشوف تطبيقاتكم إن شاء الله. وبس والله وسلامتكم.
وأتمنى أنكم تطبقوها وبتحبوها أكيد. روعة. شي بارد وزي الغيمة، كأنكم تأكلوا غيمة، مش كريم كراميل، غيمة، حاجة لذيذة. وانتظركم بفيديو آخر إن شاء الله.